ماذا يقصد بالحل الإسلامي داخل الكويت؟ عاوز يسيطر. قال لك إن الدستور الكويتي ده غير إسلامي. أنت كافر. إلى أن يثبت عكس ذلك. في خطورة في أفكار الإخوان. الوحدة والمكان اللي نستقطب منه هي الديوانية. قبائل والعوائل، أسرة الصباح، غرفة التجارة، الوزراء والمسؤولين نجحوا فيها. نجح. تنظيم الدولة حاجة والأفرع دي حاجة تانية. إخوان مصر بيعتبروا أن إخوان الكويت هم الخزينة المالية للتنظيم. بعض الأعضاء طلعوا أيدوا صدام حسين. تصرفاتهم والحركية فيهم هي قريبة من الماسونية، وأن بعض الأفراد كانوا أعضاء في هذه الماسونية ومنهم حسن البنا نفسه.